رصاصات مناهضة للصهيونية. الإهداء: أود أن أهدي هذه القصائد لجميع أنصار الحركة النسوية المناهضين للصهيونية والموحدين في كفاح مشترك. تصدير بقلم ويليام حنا: إن قصاصات مناهضة للصهيونية هي صرخة مدوية تردد صدى الألم العميق الذي تشعر به الروح الجماعية للشعب الفلسطيني، والذي تعرض منذ ما يقرب من 70 عاما لتطهير عرقي بربري يحرمه من تراثه وتاريخه وحقوقه الإنسانية. إنها صرخة تدعو إلى الاعتراف بالشعب الفلسطيني الذي يحق له كعضو في الأسرة البشرية أن يتمتع بكرامة أصيلة إلى جانب الحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، والتي تشكل أساس الحرية والعدالة والسلام في هذا العالم. هي صرخة تجاهلها زعماء سياسيون ودينيون ذو معايير مزدوجة، صرخة مؤلمة ينبغي أن يسمعها كل واحد منا وأن تلمس قلوب البشر الحقيقيين. وقصاصات مناهضة للصهيونية لميلينا رامبولدي موجزة وتغطي مجموعة من الموضوعات ذات الصلة التي تعبر بتحد عن روح غير قابلة للكسر لشعب برغم كل الصعاب ضده، بما في ذلك خيانة لا يمكن إنكارها من بقية العالم، عازم مع ذلك على البقاء على قيد الحياة والتمسك بما تبقى من ثقافته التي لم يدمرها أو يسرقها الغزاة الصهاينة. حين استشهدوا بنصوص مقدسة كتبها اليهود تدعي أن الله اختارهم وأعطاهم فلسطين. مقدمة: قصاصات مناهضة للصهيونية هي نصوص لا تؤمن بالكمال وربما لا تتطلع إليه، وهذه القصاصات هي كلمات كانت محبوسة في حلقي لفترة طويلة بعد أن فقدت بالفعل الطريق نحو السماء. الأحبال الصوتية متعبة واللسان مرهق، في الواقع يجري بتره. نحن المناهضون للصهيونية نتعرض للإهانة من قبل الغراب الأسود الذي يتهمنا بأننا معادون للسامية، ومع ذلك فإن قصاصات مناهضة للصهيونية لا تريد أن تكون مجرد صوت مختنق، ولكنها ترغب في أن تكون صوتي الأنثوي، صوت مقاومة عابثة من الصبر، محرومة من التوقعات، بدون أحلام، ولكنها مليئة بالحقائق. وواحدة من هذه الحقائق هي الرب يهوى، الله إلهي، له تنتمي صلاتي وأرضى وأرضي أيضا. أنا لا أملك أي شيء، أنا مطرودة، ومع ذلك هم أيضا لا يملكون أي شيء. الصهيونية ليست سوى عكس الإيمان بيهوى واضطراب الأخلاق واضطراب آخر شذرات الإنسانية. الصهيونية تعني النشاط الأعمى، في حين أن مناهضة الصهيونية ترتبط نفسها بقيمة الصبر. الصهيونية تعني الاستعمار، لكن مناهضة الصهيونية هي كفاح مناهض للاستعمار ومقاومة للاحتلال ونضال ضد الذل. مناهضة الصهيونية تعني الصبر وانتظار المسيح، بينما الصهيونية تساوي الإيمان بالأرض، لأن الأرض هي إلههم والاستيلاء على الأرض هو هدفهم النهائي. وهذه القصاصات المناهضة للصهيونية هي نتاج ليلة من الصمت، ليلة من الأمل في أننا سوف ننجح وسوف نكون قادرين على الانتظار للمرة القادمة والانتظار للمرة بعد القادمة. إن هذه القصاصات، هذه الأبيات غير المكتملة، تختتم بعبارة شرطية: لكن قد استقبلناهم، وبالأسطوانة المشروخة للصهيونية والتي تصرخ أنت امرأة إرهابية. في الواقع لم يأتي اليهود إلى الشرق الأوسط، وإنما الهيئات الأجنبية للصهيونية توغلوا في الشرق الأوسط المنتظر، في عالم بلا جدران ومليء بالصبر. ومع ذلك فإن الوسائل الصهيونية غير المكترثة تماما، الهسبارة والسرد السامي وأيديولوجية الحرب، كل هذه الهياكل الأيديولوجية
والتي تتميز بروح قاتلة لن تنجح ضد الحقيقة والسلام والصبر. والصبر هو عالم مناهضة الصهيونية والنضال النسائي الذي يسقط فيه الرجال وتظل النساء واقفات. بالنسبة لي شخصيا، تعتبر مناهضة الصهيونية جانبا هاما من المقاومة النسائية ضد آخر دولة استعمارية في الشرق الأوسط، حيث إن كون المرء مناهضا للصهيونية يعني المسؤولية، كما يعني بناء جسر أخلاقي نحو القيم الإنسانية للعدل والسلام العادل. وعلى النقيض من ذلك، الصهيونية هي مونولوج الطامعين، وهي صوت بلا صدى للاستعمار القاتل. قصيدة اغتالوا صوتي. صوتي أسمعه ثم أكثر أرفعه، أصرخ أثور دوما لا أمنعه. صوتي سمعته ثم أكثر رفعته، صرخت وثرت ما يوما منعته. صوت روحي، صوت نفسي، صوت عقلي، صوت حسي، تكلم بملء فيه أبدى ما يخفيه. لقد اغتال صوتي، طلقاته مخترقتني، فراح قتيلا صوتي. صوتي الأنثوي، صوتي الثوري، صوتي الشارد، كم راح يناضل تحت أزيز الطلقات بكل إباء، كم ظل يناضل في وجه أكذب أنواع الإغراء، كم قاتل أصوات بني صهيون الرعناء أصواتهم العطشى إلى سفك الدماء. القصيدة الثانية، الأرض الخلاء. ها قد خلت البلاد الآن ومهرت الطريق، وللزيتون أشجار طال صبرها وانتظارا لا تطيق. خلت البلاد فتقطع بالأسفار منها الأنحاء، قد خلت البلاد فهي الآن غدت خواء خلاء. أرض خواء لا تتوق لأسمى جيوش الأرض أخلاقا، كم طال شوقها لقسوة ولسم لا تعرف له ترياقا. هلموا عيثوا فيها بلا شفقة ولا إنسانية، وليستعر جوعكم لسلطة الصهيونية، فأبدا لن يأتي لنجدتها إنسي أو إنسية. فلنبني لنا مجدا، ولنسرق لنا أرضا وشيوخا منهم نقتل. لن يذكر شاب ما نفعل إن جن ليل أو صبح أقبل. وذاكرته لو فرضنا بقيت فستغدو حواء لا تعمل. القصيدة الثالثة، الحرب العادلة. إياي قد أبصر وأعاد ما قال وكرر، كي أسجل ما يذكر من أحاديث قدسية برواية مبجلة عن حرب سموها الحرب العادلة. ثم راح يضربني وعاد يضربني، كي أخضب بحديثه القدسي بدني، كي أخضب بحديثه القدسي بدني. حديثه القدسي ذو الرواية المبجلة عن حرب سموها الحرب العادلة. ها قد قتلني وأبدع في قتلتي، وراح يعيد حديثه على جثتي، وراح يضرب رفات جثتي الذابلة بحديثه القدسي ذي الرواية المبجلة عن حرب سموها الحرب العادلة. خلفني في الأرض صريعا يحسب أني لازلت سميعا، فإذا هو لسابق أحاديثه مذيعا، لأجعله بعظمي وشما لن يضيع. حديثه القدسي ذو الرواية المبجلة عن حرب تدعى الحرب العادلة. بيد أني قد بدا في الختام لي أن حديثه ذا المقام العالي، ليس إلا حديث نفس تنطنت به الصهاينة. وعد غرور ما تحقق لأنه محض طنطنة. القصيدة الثالثة، ماء إلهي. ها هم قد حرمونا من الماء، يهوى قد خلقنا من الماء، والله قد خلقنا من الماء.
كم تركونا من ماء هملا فأحالوا زيتونتنا جملا كم نهبوا ماء الله ويهوى سرقوه مرة تلو الأخرى فإذا بالسماء تهطل أمطارا الله قد أنزلها غيثا مدرارا ما عاد بيننا وبين الصهيونية الملحدة غير أمطار إلهية تفصل كلا على حدة. القصيدة الثاء الرابعة. طفل أنت. طفل أنت قالها ناشط حقوقي. طفل أنت قالها ناشط حقوقي. طفلا كنت قالها الكتاب المقدس المسيحي. طفلا كنت قالها الأب الفلسطيني أمام قبر طفله البريء كنت طفليا. القصيدة الخامسة. نضال أنثوي. ما لبث أن وقع بعدما كان واقفا وأغمض عينيه بعدما نظرة إليها قد خطف بكثير من الاحتلال قد فاضت عيناه برماء رفاقه من بني الإنسان مشبع فاه لكثرة إطلاقه الرصاص متعبة كانت يداه وها هي الآن واقفة أمامه وظلت مرفوعة الهامة وإليه نظرت وعينيها فتحت إلى الحرية كانت جوعا وإلى الاستقلال كانت عطشا ولعلها بنضال أنثوي كان له طمع يطغى. نضال أنثوي. ما لبث أن وقع بعدما كان قد وقف وأغمض عينيه بعدما نظرة إليها قد خطف بكثير من الاحتلال قد فاضت عيناه بدماء رفاقه من بني الإنسان مشبع فاه لكثرة إطلاقه الرصاص متعبة كانت يداه وها هي الآن واقفة أمامه وظلت مرفوعة الهامة وإليه نظرت وعينيها فتحت إلى الحرية كانت جوعا وإلى الاستقلال كانت عطشا ولعها بنضال أنثوي كان له طمع يطغى. إن الآن ألدك يا فلسطين. فلسطين إني الآن ألدك. فلسطين إني أنا الآن ألفظك. فلسطين إني أنا الآن أتقيأك وإني الآن أسمو بك يا فلسطين. فقيئي قد صار عسلا يا فلسطين وبصاقي قد صار زيت زيتون ودمي قد صار شايا بنعناع أنا الأم يا فلسطين وإني أنا الآن ألدك. الجدار العازل. أيا جدار الفصل العنصري أيا جدار التفرقة العنصرية أيا جدار العنصرية أيا أيها الجدار حول نظرك واحبس نفسك اسجن نفسك في غطرستك فلسوف نبقى خارج الجدار ولسوف نبقى قيد الانتظار أمام الجدار الميت أمام الجدار وقفنا نقلب في السماء الأبصار عيوننا ناظرات صوب رجال قد مضوا قبلنا بلا جدار عازل كانوا فيك أنت يا فلسطين يوم أن كنت فلسطين بلا جدار عازل وأنت يا جدار إسرائيل يا من بنوك بما للاستعمارية من أحجار وبما للأعداء من قيء ومن قمامة من وقفوا رهن الانتظار أنت يا جدار الصهيونية أنت من وراءك يقبعون لهم حقا المحبوسون أولئك الدخلاء الأغراب من بني صهيون وإن ها هنا في الشرق الأوسط في عالم الصبر مقيمون نحن ها هنا ننتظر على أحر من الجمر نهدم من أحجار الاستعمارية الحجرة والآخر
على قيء الأعداء تغذينا، وقمامة المنتظرين دورنا، وأنت يا جدار الصهيونية أي مصير ينتظرك أن صبر أنا وألد الأعداء أنت. قصيدة هذه صلاتي وهذا دعائي، هذه صلاتي وهذا دعائي يا إلهي، هذه بلادي يا إلهي، هذا وطني يا إلهي، وأنا لست إلا ضيفا على أرضك الواسعة يا إلهي، وأنت إلهي خالق صلاتي، لا شيء أملكه ولا هم شيئا يملكون، ولأني لا أملك صلاتي فهم لها لا يملكون، ولأن أرضي ليست لي ملكا فبلادي ليست لهم ملكا، ووطني ليس لهم ملكا لأنه ليس لي ملكا، لكنهم هم الذين بسلاحهم أصابوني، وهم من حرموني وسرقوني وقتلوني بأياديهم الطامعة، بأياديهم الطامعة في وأذرعهم الصهيونية. أنا هنا وإنها صلاته، وإنها أرضه، وإنها بلاده. قصيدة باعوا فلسطين، كرموا أعداءهم ومسحوا أحذيتهم، اخترقت ضرباتهم لحمنا، كانوا قضبان سجن عدو حبسهنا، الرشوة من أعدائنا قبلوها، وآمالنا وأدوها، وشرارة غضبنا أطفئوها، ويحهم فقد صبوا علينا نحن غضبهم صبا صبا، كما يهوى ويرضي المحتل الذي أرضنا غصبا، صبوا علينا غضبهم المهين، صبوا علينا ضعفهم المشين، كلاب الصهاينة قد باعوا فلسطين. سجن الجوع، صائم أنا وصاف ذهني، أرى قضبانا على نافذة سجني، في الشمس راحت تستحم يدي، إني جوعا أتضور وتجلى غضبي أكثر، وهذه روحي تنساب من بين قضبان الباب، تتعفن يداي في ذاك الرمس المحروم من نور الشمس، فداء لأعداء القوى الاستعمارية. قصيدة أم العار، للحرب العادلة قد ولدت أم العار جنديا، للسلطة الصهيونية قد لفظت أم العار جنديا، للحرب العادلة، للتوسع الإسرائيلي احتفلت أم العار بذلك الجندي، لقتل هو يدعوه القتل العادل، لاستعمار يدعوه الاستعمار الفاضل. قصيدة لا تقتل، لا تقتل، أنا لا أقتل، أنا أصرع فيما يملكه غيرك، لا تطمع، لا، فأنا أنهب ولست أطمع، وأرض غيرك لا تسرقها، أنا لست أسرقها بل أصادرها ممن يملكها، وزوجة غيرك لا تتحرش بها، أنا لا أتحرش بها بل أغتصبها، لا تشرك معي أحدا، أنا لست موحدا بل ملحدا، فحديقة غيري هي ربي، وابن غيري هو مأربي، أنا لا أقتل بل ببندقيتي أصوب، والهدف أضرب فالروح أسلب. قصيدة المسؤولية، المسؤولية اليهودية تعني المسؤولية، المسؤولية الأخلاقية الصهيونية تعني المسؤولية في جيش خلوق، اليهودية تعني الإيمان والطهارة الأخلاقية، الصهيونية تعني الإيمان برب الصهيونية، الصهيونية تعني المسيح وانتظار المسيح، الصهيونية تعني نفاد الصبر لأنها هي أنا العدم، أنا ربكم أمنح وأسلب، أنتقم الأرواح أسلب. قصيدة الحقيقة،
ذهب لبيت دعارة وابتاع امرأة وأسماها الحقيقة. مضى لميدان المعركة وهناك قتل امرأة وأسماها خيانة. عاد لبيته، قبل المرأة وأسماها الأمل الديمغرافي، ثم ذهب إلى المقابر، قبل غلاف كتاب هيرتزل واختار له اسم إلهة من بين الأسماء. وفي نهاية النفق الكئيب يقبع العدم والفناء والعالم بلا نساء. قصيدة الصبر. كان صهيونيا صبورا، دائم الانتظار لمناسبة ستأتي وأمر سوف يصدر، لمصادرة أرض ستغصب وقرار قتل سوف يمرر. كان يهوديا صبورا، فلطالما انتظر مناسبة تالية وحوارا سوف يأتي، وصلاة قادمة وحياة سوف تأتي. وذلك الفلسطيني أيضا كان صبورا، لم يكن ينتظر مناسبة مما يجود به الدهر، بل كان ينتظر صبرا جديدا طول العمر، وصبرا تاليا وصبرا بعدما سيأتي الصبر. قصيدة ليل غزة. الليل في غزة ما هو إلا ضوء شمعة، فقر ومجاعة، عزة وشجاعة. أما الليل في ديمونة فما هو إلا قنبلة نووية، خيانة وتقية. ماذا عن الليل في تل أبيب؟ الليل في تل أبيب ما هو إلا كهرباء وثراء، ورعب في شتى الأنحاء، رعب من عدو محطم مقهور، رعب من طفل مصدوم، رعب من أرملة جسور، رعب من العدل الحقيقي، فما هو إلا رعب من الحق الجلي. قصيدة المرة الأخيرة. بال في طعامي فصمت، بال في طعامي فجوعا تضورت، بال في طعامي فسقطت، بال في طعامي فنهضت، وأنا لم أبل في طعامه فلم يصم، ولم أبل في طعامه فلم يتضور جوعا، لم أبل في طعامه لكنه سقط، لأنه لم يستطع الصوم سقط، سقط لأنه لم يستطع أن يتضور جوعا، سقط لأنه لم يستطع أن يفعل أي شيء إلا أن يبول. قصيدة أخ في الخوف. جلس في بستانه النضير أمام منزله الكبير، على أرض أخيه تحت سماء أخيه، وفي بستانه أكل طعامه أمام منزله الكبير، تنفس هواء أخيه وشرب ماء أخيه، وأخوه لاجئ تؤويه خيام، ومفتاح بيته في رفء، في رفء يمناه ينام، على أرض أخي أخيه وتحت سماء أخي أخيه، تناول وجبته في إحدى الخيام، ومفتاح بيته في دفء، في دفء يمناه ينام. كم تمنى أن يعلم أخوه في الخوف أن، كم تمنى أخوه أن يعلم في الخوف أن ما لديه من بستان خوف كبير، ومنزل خوف كبير، ودفتر يوميات خوف كبير، ما هو إلا خوف من نهاية كذبته الكبيرة. قصيدة السلام. علم أبناءه الحرب فبقوا على قيد الحياة، وتقنية الحرب فتوسعوا في كل اتجاه، وعلم أبناءه السلطة فاستعمروا، والطمع فنهبوا الأرض وبها استأثروا، والخيانة فبغيهم على المستضعفين أكثروا، وعلم أبناءه السلام فتجلى نصرهم يظهر. قصيدة كيان دخيل. إلى أرض جحافل الجشع قد ذهب، سمن وأثرى وازداد سمنة ووزنه كثرة،
إلى أرض عشاق الحرب قد ذهب، هاجم وانتصر، توسع وواصل النصر. المنتصر كيان أجنبي دخيل، ونصره أجنبي لأنه كيان أجنبي دخيل، لكنه طالما راح يردد روايته ويكرر أنت المنتصر، مدمن الانتصارات، متعطش للاعتداءات، لأنك يا آلة التكنولوجيا دخيلة أجنبية، أنت المنتصر. وتستمر الرواية ولا تتوقف الحكاية، وليكرر ذلك من بندقيته قد أطلق النار وأجال فيما حوله الأنظار، فإذا هو وحده في عزلة انتصاره الوهمي، في عزلة صدقه الوهمي، إذ كان أولئك الآخرون على الأرض ينبطحون، فراح يردد حكايته ويكرر روايته وكذبته هذه قد صدقها، فتلك حقيقته التي يعشقها، أنت من ظفر وانتصر، أنت المنتصر. قصيدة غراب الساحة الأسود. كنت هناك، كنت قد مللت وضغت ذرعا بالاحتلال، ومن التفرقة العنصرية منيت بالكلال، منهكا من القمع ومن فرط الاستجواب والسؤال، نقاط التفتيش حطمتني ولفظتني سفن الترحال. كنت هناك، حدثت نفسي قائلا مجرم آثم من يصمت فقطع لساني، حدثت نفسي قائلا مجرم آثم من لا يكتب فقطع بناني، تحت شجرة زيتون جلست وحدثت نفسي، فلتبقى مفتوحة عيناك، إذ أن من يصرف نظره عن غايته فهو مجرم كبير ما أجناه، فإذا بغراب عظيم السواد سواد حزن وحداد، ينعق من فوق غصن بشجرة الزيتون، أنت معاد للسامية. قصيدة كنا سنستقبلهم أولئك اليهود الذين اضطهدتهم ألمانيا النازية، كنا سنستقبلهم مثلما فعلنا يوم أن فروا من البلاد الأندلسية، كنا سنستقبلهم أولئك اليهود الذين اضطهدتهم ألمانيا النازية، لو طرقوا أبوابنا واستأذنونا لعاشوا معنا وآكلناهم وآكلونا، ولكلمناهم وكلمونا، ولكن قد جاء الصهاينة كي يحرمونا من أرضنا، قد جاء أبناء الصهاينة متخذين اسم الدولة اليهودية، وهم من قبل قد رحلوا، ومثاقيل العار قد حملوا، عند أرض صهيونهم أجلوا، عن فلسطيننا قد رحلوا. كنا سنستقبلهم أولئك اليهود الذين اضطهدتهم ألمانيا النازية، ولكنهم قد جاءوا كي يحرمونا من أرضنا، قتلونا وأرواحنا أرهقوا، وأنفاس انتفاضتنا خنقوا. كنا سنستقبلهم أولئك اليهود الذين اضطهدتهم ألمانيا النازية، كنا سنستقبلهم في أرضنا المقدسة المشتركة، كنا سنستقبلهم. قصيدة أنت امرأة إرهابية. يا أيتها الأم الفلسطينية، أنت امرأة إرهابية. يا أيتها المرأة المناصرة لبني وطنك، أنت امرأة إرهابية. يا شقيقة لنا في الإضراب عن الطعام، أنت امرأة إرهابية. يا أم الصبر، أنت امرأة إرهابية. يا أم العدل، أنت امرأة إرهابية. يا أم السلام، أنت امرأة إرهابية. يا من وأت أنوثتك، أنت امرأة إرهابية. بذا قد نعق غراب أسحم من فوق شجرة التهكم، من فوق غصن الغطرسة،
وكأن رقما قياسيا تحطم، إذ راح يقول للفلسطينية: أنت امرأة إرهابية.